مشاهد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخيرات أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع حدث جديد. في هذه الحلقة نسلط الضوء على القفزة الجديدة لأسعار الوقود في السودان. إذن مشاهدي الكرام، بعد مرور أيام قليلة من إعلان التحرير الوقود أو ما يسمى ب يعني تحرير العملة بشكل عام، اليوم السودان يشهد قفزة جديدة في أسعار الوقود. كيف ستؤثر هذه العملية على مستوى حياة ملايين المواطنين؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور الاقتصادي، وكيف يمكن الحد منه؟ لمناقشة هذه المحاور مشاهدي الكرام، يسعدني هنا في الاستديو أن أستضيف الدكتور عثمان حمد النيل المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور عثمان. أهلا بك دكتور صلاح، وأهلا بالسادة المشاهدين. يا مرحبا دكتور عثمان. يعني في لما تحدثنا عن شهر يونيو وأغسطس وأيضا يوليو من العام الماضي، شهدت أو الوضع الاقتصادي شهد نوعا ما من الاستقرار، حالة من الاستقرار، التضخم تراجع قليلا. اليوم نشهد قفزات كبيرة في الأسعار، بالتالي مما سيزيد المعاناة على المواطنين. نتحدث ويتساءل الجميع عن الأسباب التي يعني أوصلت الوضع الاقتصادي لهذه الحالة من التدهور. طبعا يعني ده سؤال كبير جدا ويحتاج حتى إلى أكثر من حلقة. الواضح في أنه 25 أكتوبر أثر التأثير سلبي جدا جدا على الاقتصاد السوداني، والخطة التي كان يسير عليها يعني الحكومة السابقة وحكومة الدكتور عبد الله حمدوك كانت خطة وماشية ببطء ولكن ماشي في الطريق الصحيح، ولذلك رأينا في أغسطس ورأينا في يوليو أغسطس وسبتمبر انخفاض في معدلات التضخم وانفراجة في الاقتصاد السوداني وانتعاش في الاقتصاد السوداني ونجاحات كبيرة جدا جدا في مجال الزراعة، نجاحات كبيرة جدا جدا في تصدير الذهب، نجاحات كثيرة جدا جدا في وفرة العملة الصعبة في بنك السودان المركزي إلى أن وصلت إلى مليار ونصف المليار في كرصيد في بنك السودان، بالإضافة إلى 25 طن من الذهب. في هذه اللحظة وأتى الانقلاب في 25 أكتوبر وتدهور هذا كل الإنجازات التي يعني خططها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك. نعم. والأسباب طبعا واضحة جدا جدا، أنه من ضمن الأسباب أول حاجة وقف جميع المساعدات اللي كانت مفروض يعني وعد بها البنك الدولي، المساعدات التي وعدت بها الولايات المتحدة الأمريكية، برنامج ثمرات، يعني الإعفاء الديون اللي كانت مفروض يعني كانت تكون على السودان. طبعا الحكومة أصلا يعني غير دستورية وما معترف بها عالميا. من هنا تدهورت المشاكل المواطنين، بالإضافة إلى الانسداد السياسي بحكم الرفض الكامل للانقلاب العسكري في 25 أكتوبر. العالم كله رفض، السودان رفض هذا الانقلاب، وأتت يعني التظاهرات مما أوقف عجلة الاقتصاد، يعني مما أوقف يعني عجلة التنمية، مما أوقف يعني أشياء كثيرة جدا. نعم. طيب هل هذه المساعدات ما تزال معلقة أم تلاشت؟ أنا أعتقد أنها هي يعني معلقة إلى أن يزول هذا السبب التعليق، يعني سبب التعليق أنه الحكومة غير معترف بها، الحكومة غير دستورية ويعتبر انقلاب، فلا البنك الدولي يتعامل مع هذه الحكومة ولا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي يتعامل مع هذه الحكومة، إلى أن يصل إلى الانفراج أو يصل إلى اتفاق أو يصل إلى يعني تغيير هذه الحكومة. طب دكتور، يعني تدرك أن
يعني أن الأوضاع تتغير بين لحظة وأخرى، يعني ما كان في عام 2021 ربما من فرص مواتية ربما لن تتكرر في 22، وربما أيضا في المستقبل لن تتكرر بشكل أكثر. يعني اليوم العالم على عتبة مرحلة جديدة من الصراعات والاستقطابات والتجاذبات الدولية، بالتالي فرص بقاء هذه المعونات وهذه المساعدات لا سيما في الظرف الحالي، هل ستظل هكذا معلقة أم أنها ربما ستحول على أماكن أخرى وعلى إيرادات أخرى؟ والله يعني من الصعوبة بمكان يعني التكهن بماذا يحدث، ولكن الشيء المعروف أنه نحن رجعنا إلى نقطة الصفر، أن نحن سوف نبدأ من جديد. تتحدث عن الواقع عن السوداني، عن الواقع السوداني، لكن تتحدث عن الواقع السوداني، والواقع السوداني ليس بعيدا وليس في منأى عن يعني احتكاكه بالواقع الدولي أيضا. صحيح، ما هو أنا عشان كذا بتحدث عن الواقع السوداني، بأنه هذه المساعدات هل أنها سوف يعني تعود بالعجلة إلى الوراء، أنه إذا كان الإعفاءات وإذا كان يعني يعني البنك الدولي والاتفاقات التي تمت هل ستعود إذا ما عادت الحكومة السابقة أو إذا عادت الحال إلى ما قبل 25، أم هناك سوف تكون هناك متغيرات؟ من المؤكد سوف تكون هناك متغيرات، من المؤكد يعني لا يمكن أن تكون بنفس الطريقة الأولى، ولا يمكن أن نضع نحن نفس الخطة السابقة نضعها من جديد، يعني لأنه الزمن لا يعود إلى الوراء. الزمن لا يعود إلى الوراء. يعني العالم خرج من جائحة كورونا، أيوة، واليوم ندخل في جائحة أيضا أوكرانيا، يعني صحيح، من كورونا إلى جائحة أخرى، صحيح، وكل من هذه الجوائح أيضا تؤثر وترمي بضلالها الجحيمة على العالم أيضا، صحيح. بالتالي الفرص، نعود ونتحدث عن الفرص، ما كان بالإمكان يوم أمس ربما ليس ممكنا اليوم، وما هو ممكن اليوم قد ربما لا يكون غدا. من المؤكد جدا جدا يعني، واعتقد انه كلامك صحيح 100%، والدليل انه المانيا صرحت بانها يعني سوف توفر 100 مليار دولار للدفاع. 100 مليار دولار للدفاع. المانيا اللي هي جزء من النظام اللي هو جزء من الاتحاد الاوروبي اللي كان مفروض يساعد السودان. نعم. فهنا معناته أنه أنت مساعد. هذا ما تقصده يعني. هذا بالضبط اللي بيحصل. فأنا عشان كده بقول لك أنه لا يمكن نحن نقول أنه الأشياء تعود إلى الوراء بنفس الطريقة. عشان كده لازم يكون في تغيير. بس هل التغيير حيكون في أي اتجاه؟ نحن إلى هذه اللحظة لا ندري ماذا تقول أو ماذا هو النظام السياسي الجديد يعني اللي هو قيد التكوين الآن يعني. طيب دكتور، ما هي الاستحقاقات التي يعني التزمت بها الوثيقة الدستورية ولم يتمكن المدنيون أو لم تتمكن الحكومة من تنفيذها؟ طبعا يعني للأسف الشديد أنه الذي لم يتمكن من استحقاق الوثيقة الدستورية هو الجزء العسكري، اللي هي من ضمن أهم الأشياء اللي هي اتفاقية السلام، لم يتم دمج الحركات المسلحة، ولم يتم يعني إبعاد الحركات المسلحة من داخل العاصمة والمدن الكبرى، مفروض تكون في أماكن مختلفة. نعم. بالإضافة لأنه يعني يعني عدم الحفاظ على الوثيقة الدستورية وعدم اللي هو عدم تسليم قيادة مجلس السيادة إلى المدنيين. فالجزء الأكثر هو الوثيقة الدستورية، يعني مثلا مفوضية الانتخابات يعني التشريعي والمجلس التشريعي، ويعني أشياء كثيرة أيضا، الفساد أيضا، مكافحة الفساد إلى حتى نحن نقول اللي هي لجنة إزالة التمكين ما زالت في طريقة، يعني ما زالت في بداياتها، حتى يعني لم تكمل مهامها، فالكثير لم يتم يعني إكماله. ولكن زي ما أنا يعني ذكرت كثير في بعض الحلقات أنه كانت توضع العراقيل في طريق الوثيقة الدستورية، توضع العراقيل في طريق الحكومة. لمصلحة من؟ لمصلحة طبعا يعني مؤيدي العهد البائد، مؤيدي النظام الشمولي، الفاسدين من الذين اغتنوا خلال 30 عاما
بالإضافة لأصحاب طبعاً هنا ده التصنيع الحربي اللي هو النافذين في الجيش السوداني اللي هم يعني لهم المصلحة في أنه التصنيع الحربي يكون تابع للجيش، بالإضافة إلى الدعم السريع اللي هو يعني مسيطر تمام السيطرة على سوق المعادن وعلى استخلاص الذهب والمعادن والأشياء دي. هم دول اللي هم الدعم السريع والجيش والعهد واللي هو النافذين من العهد البائد، دول يعني يسيطروا على 80% من دخل السودان، 80% من موارد السودان، و20% فقط دي التي تسير الحكومة. فحكومة الدكتور عبد الله حمدوك يريد في نهاية قبل الانتخابات أن الأشياء تعود إلى الدولة إلى وزارة المالية، كل هذه الموارد تعود إلى وعاء واحد، يعني إلى وعاء واحد، لأن هذه كلها تابعة للدولة وليس لشخص آخر. يفترض أيضا أن تكون أيضا مرتبة حتى مرتبات الجيش والأمن كلها عن طريق وزارة الداخلية. عن أيوة يعني مفروض أيوة وزارة المالية هي اللي تدفع للجميع. مرتبة أي طالما هذا موظف لدي أنا كدولة، بالتالي يفترض أن تكون. يفترض أنه نحن وزارة المالية هي اللي مفروض يعني تدفع لي إلى الجيش أو للبوليس أو أي نظام يعني نظامي للقوات النظامية عموما، يعمل في إطار الدولة، يعمل في إطار الدولة. ولكن أصحاب السلاح أو ملاك السلاح والجيش واللي هم والحركات المسلحة هم هذا يعني لا يكون في صالحهم، يعني بناء دولة وبناء دولة المواطنة ليست في صالحهم، ولذلك قاموا بهذا الانقلاب. طيب الحلول المتاحة الآن دكتور عثمان أمام هذا الوضع المتردي كل يوم، ونحن نشهد يعني تدهورا اقتصاديا خلال الأسبوع الماضي أو بداية الأسبوع تم تحرير العملة، وبالتالي كان لها أثر أيضا سلبي على الأسعار. اليوم كذلك هناك يعني قفزة جديدة في أسعار الوقود والأثر أيضا يتضاعف. طيب كيف يمكن أن نخرج بحلول معينة نحفظ للسودان استقراره الاقتصادي؟ الحلول هي طبعا متاحة والمبادرات طرحت، ولكن القبول من اللي هم يعني على سدة الحكم أو على سدة السلطة أو المجلس العسكري يعني في الواقع يعني. والحلول عندها 5 أشخاص أصلا، عند البرهان والجماعة بتاعنه يعني والفريق والفريق العامل معه، فهو ده الحل عندهم. الحل أنه هو يعني هم ينظروا إلى الحل بنظرة 25 أكتوبر. لا، ما 25 أكتوبر إلى هذه اللحظة يعني هي السبب في تفاقم هذه المشاكل، وهم يعلمون ذلك، لأن 25 أكتوبر رفضت من الشعب السوداني من أول يعني دقائق، بالإضافة أن رفضت من الاتحاد الإفريقي وعلق يعني عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، ورفضت من الاتحاد الأوروبي وعلقت العلاقات بالاتحاد، ورفضت من الولايات المتحدة الأمريكية وعلقت كل المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نحن أمام حصار جديد أسوأ من الحصار القديم الذي كان. بالضبط، هذا هو الحاصل، هذا هو ما يحصل الآن. في السابق الحصار كان يمكن يعني الالتفاف حوله، ولكن الآن الحصار لا يمكن الالتفاف حوله، لأنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية حذرت يعني بعض الدول اللي كانت يعني مخارج للموارد السودانية من أنه التعامل مع هذه الحكومة، بالإضافة لأنه الشعب السوداني نفسه إذا كان بتسمع باللي هو طريق شريان الشمال أو يعني هذا تم انقطعه، إيه تم قطعه وتم يعني وضع المتاريس في الطريق دي، بل يعني ارتفعت حدة الخطابات إلى مطالبة بالانفصال يعني أو تشكيل إقليم. صحيح يعني هذا من المخاطر، مخاطر كبيرة جدا يعني هذا الانقلاب يعني إذا كانت ديباجة الإعلان الذي أعلنه البرهان في يوم 25 أكتوبر يتحدث عن الحفاظ على
وحدة واستقرار السودان. اليوم هذه الشعارات التي ترفع تارة في دارفور وتارة في الشمال وتارة في شرق أيضا في الشرق، شرق السودان، ألا يهدد هذا النسيج المجتمع السوداني؟ مؤكد، يعني هذا يعني تهديد كبير جدا جدا، والناس لجأت يعني بحكم يعني عدم الاطمئنان وعدم الأمن وسوء إدارة الدولة، يعني لجأ الناس من الأحسن أن نكون لوحدنا، كما قال أبناء جنوب السودان، يعني أنتم يعني تديرون الدولة بطريقة فاسدة ونحن يعني مهمشون، فمن الأفضل أن تكون لنا دولتنا. وهكذا يقول أبناء دارفور، وهذا يقول أبناء شرق السودان. يعني للأسف الشديد أنه 25 أكتوبر بعد أن التحم، يعني بعد أن يعني كان الأمل الكبير بين الشباب السودانيين من جميع طوائفهم، يعني من دارفور أو شرق السودان أو من شمال السودان، جميعهم كان لهم أمل كبير جدا جدا، وكانوا يعني يغنوا للوطن، أمل كبير جدا في تكوين دولة تسع الجميع، ودولة المواطنة ودولة ديمقراطية يكون فيها التداول السلمي للسلطة ويكون فيها الحكم للقانون والأشياء دي كلها. فلكن للأسف الشديد أنه يعني العقلية الشمولية، يعني وهي يعني مسيطرة على مفاصل الدولة، فمن السهولة بمكان أنه يعني تقوم بهذا الانقلاب، ولكن حساباتهم كانت خاطئة، والشعب السوداني مصمم على إكمال ثورته. طب الخطوات الأولى تمت، ما تسمي أنت أيضا بالانقلاب، بالنسبة لإعلان البرهان تمت الخطوة الأولى، لكن الخطوة الثانية وهي إعلان الحكومة لم تتم، المجلس التشريعي لم يتم، تشكيل لجان المقاومة لم تتم، يعني تطوير وتجويد يعني الهيئة الخاصة بمكافحة الفساد يعني أعلن عنها ولكن لم تتم. ما الذي منع هذا؟ ما الذي منع كل هذه أو تحقيق كل هذه المطالب مع أنه يعني المسيطر هو واحد؟ صحيح، بس هو طبعا يعني أسباب كثيرة، لكن أنا أعتقد أنه عدم الرؤية، يعني أنا يعني هذا الانقلاب يعني حدث، ونحن نعتقد أنه حدث بإيحاء من آخرين أنه لعمل الانقلاب وسوف يتم دعمكم عندما ينجح الانقلاب، ولكن لا توجد رؤية محددة للذي قام بالانقلاب أو المجموعة. زيارة حميدتي إلى موسكو لا تعبر ذلك عن رؤية أم تخبط في الرؤية برأيك؟ أنه أنا أعتقد أنه يعني حميدتي يعني هم بالمناسبة يعني يعيشوا في نوع من الهذيان، إذا كان حميدتي أو إذا كان البرهان نفسه، لأنهم وصلوا إلى طريق مسدود، الانقلاب فاشل، المجتمع السوداني غير متقبل، اللي هم أنت زي ما ذكرت أن ما في حكومة، ما في رئيس وزراء، ما في مجلس تشريعي، ما في حكومة، يعني ما في، معناته إيه؟ أنا أعتقد أنه هو يعني اجتمع بكثير من الفاعلين في المجتمع السوداني، إذا كان من سياسيين أو من حزبيين أو من غير ذلك، أو حتى من فلول النظام السابق، اجتمع بهم لتدارس الموضوع ولتدارك الانقلاب، ولكن لم يجد من يسانده، ولا أحد من الفاعلين السياسيين أو أي جهة من الجهات تريد أن تدخل في هذه الحكومة، لأنهم يروا أن هذه الحكومة لن تعيش كثيرا. نعم دكتور عثمان، نعود أيضا إلى الموضوع الأساسي وهو موضوع الاقتصادي. أيوة، هل السودان يعني لا تمتلك أو ضعيفة في الإمكانات في القدرات في يعني ما تمتلكه من موارد، أم أنه المشكلة في الإرادة وفي من يتصرف ومن يدير هذه المؤسسات ومن يدير هذه الأرض الإنتاجية؟ يعني العكس صحيح، أن السودان يمتلك الكثير من الموارد، يعني إدارة
بسيطة جدا جدا، يعني بإدارة بسيطة جدا جدا يمكن أن السودان في ظرف سنتين ثلاث سنوات أن يعني يقفز إلى 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 دولة يعني منتجة وإلى اكتفاء ذاتي. وحدث فعلا يعني من 2018 صعبة أيضا، أيوة يعني من 2019 والخطة اللي كانت ماشية بها الحكومة السابقة يعني كانت خطة يعني محكمة ونتج منها زيادة كبيرة جدا جدا في المساحة الزراعية في الرقعة الزراعية بشكل كبير يعني، وقفزت يعني تصدير المعادن من يعني من 40 اعتقد انه من 40 طن الى 120 يعني قفزت بمعدل 240% من صادر الذهب عن طريق الدولة، بالإضافة لأنه يعني الثروة الحيوانية، الثروة الحيوانية احنا كنا يعني بنصدر الثروة الحيوانية عن طريق دولة أخرى، ولكن يعني وجد يعني آخرين مشترين من خارج. كيف تصدر عن طريق دولة أخرى يعني بدون تسمية دولة؟ لكن يعني هل معنى هذا أن المواطن السوداني أو الحكومة السودانية تبيع دولة يعني هذه الثروة الحيوانية أو مثلا عدد معين من الثروة الحيوانية ثم تقوم الدولة الأخرى ببيعها مرة أخرى؟ هذا هو هذه هي شوف دي واحدة من أسباب الانقلاب يعني. أنا أقول لماذا العملية يعني لماذا يتم البيع مباشرة؟ أنا يعني أقول هذا. السودان تمتلك أيضا مساحة كبيرة جدا على شاطئ البحر. وأنا أقول هذا الكلام، والكلام ده يعني أنا يعني سمعته من شخص يعني مسؤول، أنه هناك عقد بين دولة محددة وبين الجيش السوداني. العقد ده يعني ما أعرف أنه مدة كم من السنوات، ولكن العقد ده ينص على بيع ثروة حيوانية محددة بكميات محددة إلى هذه الدولة، بالإضافة لبيع المحاصيل جميع المحاصيل المنتجة في السودان إلى هذه الدولة. هذه الدولة يعني تعيد تصديع هذه إذا كان لحوم أو إذا كان جلود أو غيره أو غيره أو غيره إلى دول أخرى بديباجة هذه الدولة الأخرى. ومن المستفيد؟ هذا السؤال. من المستفيد من هذه ومن المتضرر؟ الوسيط. ال- 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 الوسيط هو الغير وطني، الغير وطني الذي باع وطنه وإلى آخرين بحفنة من الدولارات، والدولة دي مستفيدة ما يعادل 4 مليار دولار في السنة من واردات الخام السوداني إليها. هو السؤال لماذا لم يتم التصدير عن طريق الموانئ في السابق؟ يعني إذا كانت تشاد إذا أرادت شيء ربما تنتقل إلى الضفة الأخرى على بعد آلاف الكيلوهات، أو تأتي عن طريق السودان إذا كانت أيضا جمهورية أفريقيا الوسطى كذلك، إذا كانت أيضا السودان أيضا جنوب السودان. صحيح. ما الذي يمنع السودان على مساحة هائلة من ما هو هي هذه النقطة؟ طبعا ما قبل الثورة كان السودان محاصر وكان أحد الدول الراعية للإرهاب، فكان التصدير المباشر ممنوع. فلذلك يعني هذه الدولة كانت يعني وأقول هذا أنها كانت لا تريد السودان أن يخرج من هذه القائمة الدول الراعية للإرهاب. ولكن بحكم حصافة الدكتور عبد الله حمدوك والمجموعة يعني والفريق بتاع الثورة ورفع، وكمان بتساعد المملكة العربية السعودية ودول أخرى يعني رفع اسم السودان من القائمة الدول الراعية للإرهاب، فلذلك أصبح السودان يمكنه تصدير هذه الثروة إلى الخارج. يبقى هنا الدولة دي الوسيط أصبح يعني خسران، فلذلك من صالح هذا الانقلاب. نعم. وقيل والله أعلم أنه يعني في المخابرات هذه الدولة قالت أن يتخلص من الدكتور عبد الله حمدوك، ونحن سمعنا التسريب هذه الرسالة، لكن لم يثبت صحتها بعد يعني من مصدر مستقل يعني. لا على أي حال نحن تظن تسريبات يعني. تصل تسريبات. لكن دكتور عثمان، نحن عندما نتحدث عن ثروة هائلة وممتلكات كبيرة جدا وأرض أيضا زراعية هائلة، اليوم هناك تهديد كبير جدا للقمح القادم من روسيا ومن أوكرانيا، وتتجه الأنظار نحو السودان. هل السودان مستعدة لأن تكون بديلة في حال
استمرت هذه الحرب لفترة أكبر أو نشبت حرب أسوأ من مما نشاهده حاليا. والله يا ليت، والله يا ليت هذا يكون سبب في 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 إخراج السودان من 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 هذه الدائرة اللعينة. يعني أنا يعني إذا كان يعني أنا يعني بفكر بطريقة يعني خارج الصندوق، إذا كانت الدول اللي هي يعني بتستورد قمح من 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 روسيا أو من أوكرانيا ومن الدول العربية، أغلب أغلب هذه الدول دول عربية، من الدول العربية، فخلاص خلينا نحن يا دول عربية خلينا نحن يعني نحل، يعني خلينا يعني نحل مشكلة السودان، مشكلة الحكم في السودان. إذا حل، إذا يعني استطعنا حل المشكلة السياسية في السودان، السودان يمكن إنتاج القمح ويمكن أن نكتفي في الوطن العربي على الأقل من القمح ومن حتى يعني منتجات أخرى. طب ما الذي يمنع ذلك؟ الذي يمنع ذلك يعني ما هو يعني اليوم حتى السودان في يعني في القائمة العربية المصدرة للقمح ليست المرتبة الأولى وليست الثانية وليست حتى الثالثة. أي صحيح، المستوردة للقمح صارت للأسف مستوردة. أي مستوردة للقمح. لماذا؟ مستوردة للقمح، ما لأنه عدم الرؤية، ما هو أنا عشان كده بقول يعني المواطن ينتج ثم يجد أن ثمن ما يبيعه في السوق أضعاف ما يمكن أن يشتري به يعني القمح المستورد. صحيح، ما هو هذا عدم الرؤية، لأنه أصلا يعني إدارة الدولة يعني كانت بطريقة يعني غير صحيحة، يعني وكان ينتشر الفساد، ويعني وجل يعني يعني موارد الدولة تقول في 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 حماية الدولة. يعني انت لاحظ انه من 89 ماذا عن المواطن؟ ايوه على المواطن، ليس الدولة يعني رفعت يدها من المواطن، ولا صحة ولا تعليم ولا 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 بنية تحتية ولا غيره. كل الموضوع انه يعني موارد الدولة تروح إلى المجلس السيادي، تروح إلى قوات الأمن، وتروح إلى الجيش. 20% هو للمواطن اللي هو صحة وتعليم وده. وإذا رأيت إذا نظرت إلى الميزانيات، يعني أنت إذا رجعنا إلى الخلف، تقصد الميزانية التي بشر بها ميزانية الدولة من 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 89 قال بأنها ستكون أو ستوفر فائضا في الميزانية العامة. لا والله يعني احنا ما عارف، يعني هذا مضحك، يعني حقيقة يعني مضحك جدا جدا. انت عارف انه الميزانية، لانه الميزانية اذا 20% 30% تلقاها في الجيش، و 30% في اللي هو اللي هو السيادية، الوظائف السيادية، تلقى وزارة التربية والتعليم 3%، وزارة الصحة 4% 5%، ما في موارد، ما في موارد. وأخيرا حتى قالوا يعني يمكن مرتبات أساتذة الجامعات يمكن ما تكفي الميزانية. فهذه يعني هذه كيف لوزارة يعني وزارة المالية أن تتحدث بهذه الأرقام؟ يعني الكل يعرف أن السودان ليس، أو أن الشعب السوداني شعب واعي، نخبة، بروفيسورات، دكاترة، ماجستير، بكالوريوس، الشعب نخبة. كيف تعطي هذا الكلام لهذا الشعب بأنه أنت ستوفر فائض كبير من الميزانية في الوقت الذي يعني بين يعني في غضون أسابيع أو 3 أسابيع تحصل قفزتين في أسعار الوقود؟ من أين سيكون الفائض؟ والله نحن طبعا كل سؤال أيضا يرد في الميدان، يعني يرد في المشهد في مواقع التواصل الاجتماعي. والله يعني أنا لا أدري من أين يعني الموارد بتاعته. هو قال أنه من السماء، يعني من السماء، قال يعني لما سألوه يعني سؤال صحفي، سألوه قال له والله أمريكا يعني أوقفت 750 مليون، والبنك الدولي أوقف ضخ 3 مليار، والاتحاد الأوروبي عمل كذا. والله من السماء، فالسماء لم تأتي، لا تمطر ذهبا، لا لم تمطر ذهبا ولا دولارا ولا دا، فاضطر لزيادة الكهرباء، واضطر لزيادة الـ يعني أشياء أخرى، والبنزين وغيره. يعني
والجازولين و وأشياء وضرائب أخرى يعني أشياء كثيرة. فلم تمطر السماء إليه ذهبا ولا دولارا، والعبء بقى على المواطن. طيب هذا العبء دكتور عثمان، يعني يقال كثر الضغط يولد الانفجار، يعني ما قبل الكارثة، يمكن أن نتحدث عن ما قبل الكارثة، مجامع مسلحة تمتلك أسلحة الدولة، وضع اقتصادي يزداد حدة وتدهورا، المبادرات يعني وضعت كل أنواع المبادرات على الطاولة السودانية ولكنها لم تلقى قبولا، المبادرات المحلية الأكاديمية، المبادرات الإقليمية، المبادرات الدولية، الاتحاد الأفريقي، الإيقاد، الأمم المتحدة، يعني ما يعني إلى أين يتجهون بالناس يعني؟ والله يعني ده سؤال يعني وجيه جدا. جميع المبادرات هم يريدون أن يكونوا جزءا من المبادرة، وهذا طبعا مستحيل. يعني كيف طرف يكون جزء؟ يعني هو البرهان وحميدتي يريدون الجلوس مرة أخرى وتكوين، يعني كأنه نعيد الماضي بوثيقة دستورية وكذا وكذا، وهذا طبعا مستحيل، لأن الـ يعني أنت من تودعه السجن ومن تقتل الثوار وتريد أن تكون جزء من الحل القادم، يعني هذا مستحيل، هذا لا يعني لا يدخل في العقل. لكنهم أعلنوا في أكثر من مرة عن رفضهم للترشح أو للدخول في مضمار السياسة. ما هو هذا يقال. طيب إذا كان إذا أنتم كذلك، إذا أنتم كذلك، فلماذا لم تقدموا استقالاتكم؟ قدموا استقالاتكم ولديكم نواب في الجيش الكثير، وكان في الدعم السريع، إذا كان الدعم السريع فهناك يعني ضباط في الدعم السريع مؤهلين وضباط في الجيش مؤهلين، فأتركهم ليكملوا الفترة الانتقالية. بما أنك أنت زاهد عن الحكم فاذهب. فالكثير يعني الجنرالات معظمهم هم حكموا السودان، يقول بانتظار أن يتوافق السياسيون فيما بينهم. ما هو هذا التوافق على رؤاهم هم، وليس التوافق من أجل بناء دولة. يعني أنت تريد يعني أنت تريد توافق بحيث أنه الذي يتوافق معك يروق لك أنت، لأن الذين يعني كانوا يقودون لم يروقوا لك، لأنهم هم كانوا يريدون بناء دولة، وكانوا يحاربون الفساد، وكانوا يحاربون التهريب، وكانوا يريدون للموارد الدولة أن تؤول إلى وزارة المالية، وهذا لا يعجبك أنت. فيبقى نحن في مفترق طرق، يا إما أنت تبعد عن السياسة وتخلي الدولة تسير في الطريق الصحيح، ويا إما نحن نعيش في هذه الدوامة، أنت تقتل وتسجن والدولة تخسر والمواطن يعني التضخم يزيد والمواطن يتعب. طب دكتور عثمان، المشهد في السودان لم يعد في يعني كما يقال الأجندة سيتينج، يعني لم يعد في 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 رأس الأجندة الدولية، سواء الإعلامية، السياسية، الاقتصادية وغيرها، نظرا أيضا لما يحصل في أوكرانيا. وهذا يعني يجعلنا نقول كما قلناه في بداية الحلقة، ما ليس ممكن بالأمس يعني، أو ما ليس ممكن اليوم لا يكون غدا، يعني ما هو صحيح متاح اليوم قد يعني قد لا يتاح غدا. كيف يمكن أن يتناسى الناس وتتناسى كل هذه المكونات، سواء المدنية أو العسكرية، خلافاتها؟ لأن هناك خطرا ما يهدد الجميع. صحيح، بس المشكلة نحن يعني المدنيين ما عندهم مشكلة، والثوار ليس لديهم مشكلة، المشكلة في المكون العسكري. يعني هو في 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 يعني استغل هذه يعني الانتباه العالمي المنتبه إلى الحرب الأوكرانية الروسية، وزاد من القمع في هذه اللحظات والانفلات الأمني. نعم. ولذلك ليحكم قبضته على الوضع السياسي في السودان، ولكن يعني هذا لا ينجح، لأنه الضغط الاقتصادي ضغط كبير جدا جدا، والحصار الاقتصادي حصار كبير، والدول التي كانت يعني تريده أو
يعني تنقذه الآن أصبحت إلى حد ما مكبلة الأيدي. فلذلك الوضع بالنسبة لهم كإنقلابيين وضع سيء جدا جدا. لكن بالنسبة أيضا للمدنيين كذلك أيضا. وللمدنيين كذلك، لكن المدنيين مصرين، المدنيين مصرين أنه لا يمكن أنه كلمة توافق دي تجي على هواهم هم وهم يرضوا بها المدنيين. طيب هذه كما نقول يعني العض على الأصابع، يعني المكونة المدنية تتمترس في خلف آرائها، المكون العسكري أيضا يتمترس خلف آرائه، لكن من يموت بهذا العض ومن يتأثر بهذا العض هو المواطن، هو المواطن البسيط الذي يبحث عن قطعة خبز من أي مخبز، لا يستطيع أن يتنقل من مكان إلى مكان آخر. أيوة صحيح، ما هو هذا الذي يريدون أن يلعبون عليه، هذا الذي يريدون أن يلعبون عليه. يروح الزمن، يعني الزمن يمشي والمواطن يعني يسأم من هذا الوضع ويقبل بهم، هذا ما يريدونه، هذا السيناريو الذي يرسمونه هم. ويعني الانفلات الأمني والتخويف والسجن والاغتصاب لحد كبير والسحل والضرب، يعني أشياء كثيرة جدا جدا عادت أفظع من أول فترة الإنقاذ. فلذلك يريدون أن يخوفوا هذا الشعب ويريدون أن يقللوا من هذا الضغط، ضغط الشارع عليهم. نعم. بالتخويف. نعم. لكي يقبل بهم في نهاية الأمر. نعم. نحن وصلنا دكتور عثمان إلى نهاية هذه الحلقة، ولكن ما نأمله هو أن يتحسن الوضع الاقتصادي وأن يلتقي السودانيون على يعني على طاولة واحدة وعلى كلمة سواء، لما فيها مصلحة حقيقة الشعب السوداني الذي نكن له كل الحب وكل التقدير وكل الاحترام، وأيضا حتى لا يدب في إطار الخلافات الدولية التي تحصل الآن في أوروبا وغيرها من أوروبا. شكرا جزيلا لك دكتور عثمان. شكرا. مشاهدي الكرام، نحن نختم أيضا بالمتابعة أو التغطية الإعلامية لزيارة نائب رئيس مجلس السيادة إلى البحر الأحمر.